إيش طلبك اللي قلته للشيخ محمد بن راشد يوم شفته في لندن صدفة؟ أذكر الشيخ محمد الله يطول في عمره، صادفنا في لندن وسلمت عليه وهو يعرفني، فقال لي تحفاني وخذ علومي وخذيت علومه. عقبه قلت له يا طويل العمر أنا أبي منك طلب. كان معه ناس، فهو اعتقد أو أنا اعتقدت أنها اعتقد أنها أني بطلبه شيء لي يعني، فبعدني عن الناس. وهذا كرم منه، كرم أخلاق قبل الله يكون. فيوم برزنا بالحانة قال له إيش تبي آمر؟ قلت ما آمر عليك عدو، أنا من الناس اللي يحبون دبي، وكان في ذيك السنة عامل قراءة في دبي. قلت له يا طويل العمر مطار دبي يجيه ملايين الناس، هل تتخيل أن مطار دبي ما في مكتبة؟ يمكن خذاله دقيقة فكر. قلت له الناس هذه اللي تلتقي في المطار لو في مكتبة وفيها كل الأشياء المترجمة، قال لي هذه فكرة وإن شاء الله أنا بنسويها. فرجعت سألت الربع قالوا إن شاء الله أنهم بيسوونها بإذن الله. إن شاء الله، بالعكس هذا حس رائع منك، وطبعا ردة فعل رائع أيضا من الشيخ محمد.